ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا هدخل في الموضوع على طول. جديد نيو نخاع انثى الجمل، مغذي ومرطب، يعالج الشعر من التجاعيد. الناس اللي شعرها كيرلي بقى ومجعد وشوية مش ناعم ومحتاجة حاجة مثلا تبقى فعالة وتغذي الشعر وترطبه وتعالج الشعر خالص من التقصف، هتطير طبعا لما واحدة حلوة مثلا تعمل ريفيو وتقولك ده ممتاز وريحته حلوة قوي. ريحته لا يعلى عليها، حلوة ممتاز لا خالص، ما انصحكيش انك تستخدميه اصلا. بصوا انا استخدمته كام مرة، يعني مش ما جيتش احكم عليه من قبل، من غير مثلا ما افتحه او اجربه. يا بنات اللي بتفكر تشتريه بلاش تشتريه، لانه بيعمل، هقولك ايه، بيعمل نشفان في الشعر مش طبيعي، بيخلي الشعر مش سهل التسريح ابدا ابدا ابدا. بالفيتامينات لا، ما شفتش، ما عالجليش الشعر اصلا. رأيي فيه ما حبيتهوش خالص. الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو ريحته حلوة، وبالنسبة للريحة الحلوة دي انت ممكن تجيبي السيرم مخصص للشعر، البرفيوم المخصص للشعر او الاسبرين المخصص للشعر. ده رأيي في نخاع انثى الجمل. انت روحي هاتي نخاع انثى الفار احسن بكتير. بجد يا بنات وحش خالص. يعني انا هو كان مش فاكرة بكام، 35 لاروج، 35 هو الاصلي، احذروا التقليد. لا وحش خالص، يعالج الشعر من التجاعيد والتقصف ولا هيشان. والله ما حصل، والله يا باشا ما حصل، يساعد على تجفيف ونعومة الشعر. وربنا ما حصل يا باشا، يجعل الشعر قوي وصحي. ما شفتوش ما شفتوش. وحش خالص يا بنات، لا مش حلو. يعني رأيي فيه بكل صراحة ما حبيتهوش. الحاجة الوحيدة الحلوة فيه ان هو ريحته حلوة، وده رأيي ليا حرية. لو حد تاني مثلا شايف ان هو كويس وحلو وشغال بقى وخلى الشعر ليس خالص كده وفظيع، ماشي تمام، مع نفسك بقى، مع نفسك خلاص. ده كان رأيي فيه، يعني هو بصراحة ما يستاهلش فيديو أطول من كده. ويا رب أكون هفيدكم على أساس إنكم ما تشتروهوش، واللي حابة تشتريه وتجرب جربي وقولي لي رأيك. ولو عجبك الفيديو دعمينا بلايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.